الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا
محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أخواني، قبل أن نقوم إن شاء الله إلى الصلاة بعد تكبيرتين من الآن، بس حبيت أذكر إخواننا يلي لسه ما دفعوا زكاة الفطر، لأنه صدقة الفطر كما قال صلى الله عليه وسلم تؤدى قبل الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة فطر، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللي مو مؤدي الصلاة زكاة الفطر يؤديها الآن، الصناديق موجودة برا، حنساوي تكبيرتين إن شاء الله، بيكون كمان إخواننا المتأخرين إجوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آخر وحدة يا أخواننا التكبيرة بدنا نسمعها منكم، نحن هلا وطينا الطبقة مشان نسمعوها، نسمعها منكم إن شاء الله بدون مقريفونات، بعدين إن شاء الله نقوم إلى الصلاة. الله أكبر أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر.
والحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلاة العيد يا أخواننا هي ركعتان سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكبر الله سبحانه بعد تكبيرة الإحرام 7 مرات، ما بين التكبيرة والتكبيرة يندب لك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم نقرأ الفاتحة وسورة الأعلى، وبالتكبيرة بالركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية نكبر 5 تكبيرات ونقرأ الفاتحة ثم سورة الغاشية. طبعا إذا الواحد حب يصليها لحاله في البيت، إلا مثلا بجوز تروح على البيت تلاقي في ناس من أهل البيت مو مصلينها، ممكن يصلوها جماعة ويقرأوا أي سورة من سور القرآن. الركعة الأولى 7 تكبيرات، الركعة الثانية نكبر فيها 5 تكبيرات ثم نسلم، ثم بعدها في عنا خطبة قصيرة وقصيرة جدا حتى ما يروح حدا يروح، فيها بركة فيها ذكر إن شاء الله، ندعو الله عز وجل فيها للمسلمين إن شاء الله جميعا بالقبول. صلاة العيد يرحمنا معلش خلينا نقدم هذا الصف نكسبه. يلا استووا للصلاة يرحمكم الله، استووا واستقيموا واعتدلوا أثابني وأثابكم الله. الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شنو أن محمد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أكبر الله أكبر. الله ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله،
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتغفر بها خطايانا وتفرج بها عنا وعن جميع المسلمين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واليوم أيها الأحبة هو يوم ذكر وشكر لله، وهو يوم فرحة وسرور بانتهاء المسلم من موسم عبادة قضاه في طاعة الله. حق أيها الأحبة، حق لنا أن نفرح، وقد أكرمنا الله عز وجل بمغفرته ورحمته وعتق رقابنا من النار. هذا ظننا بالله، وهذا يقيننا بالله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه أن يعاملنا على هذا الظن الحسن. أيها الأحبة، عن سيدنا سعد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: أغدوا يا معاشر المسلمين. الآن خاطبونا ونحن قادمون إلى المسجد: أغدوا يا معاشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم في هذه الساعة وهذا اليوم، فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا إلى رحالكم راشدين. فهو يوم الجائزة، ويسمى في السماء يوم الجائزة. اللهم أكرمنا بكرمك. وفيه هذا اليوم ينادي الحق تبارك وتعالى ملائكته، يقول: يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا جزاؤه أن يوفى أجره. فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي بأني جعلت ثوابهم لصيامهم وقيامهم مغفرتي ورضائي. ثم يقول سبحانه: وقد نظر إلى جمع المصلين للعيد نظرة رحمة. سلوني يا عبادي فوعزتي لا تسألوني اليوم في جمعكم هذا شيئا إلا أعطيتكم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم استجب يا رب. اليوم ينادي الله عز وجل فيقول: والله وعزتي لا تسألوني شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطيتكم، قد أرضيتموني فرضيت عنكم، انصرفوا مغفورا لكم. هذا هو يوم الجائزة، وهذا يوم الكرم، وهذا يوم الجود. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إن شاء الله من الشاكرين. وأسأل الله سبحانه، بعد أن بدل الله عز وجل سيئاتنا الماضية حسنات وطهر صحائفنا من كل زلل وسوء إن شاء الله، أن نشرع وأن نستأنف العمل بطاعة الله سبحانه، وأن نبتعد قدر جهدنا عن معصيته. وإن وقعنا بشيء من معاصي الله فما علينا إلا أن نبادر بالاستغفار والتوبة، وأن نتبع السيئة الحسنة تمحها بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ويدفع عنا وعن المسلمين بلاءه وغضبه ونقمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم، وتجاوز عن سيئاتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة التي تنظر إليها إلينا فيها نظرة رحمة، نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك يا ربنا فرجا عاجلا عنا وعن جميع المسلمين. اللهم أعطنا سؤلنا وقض حاجاتنا، نسألك اللهم فجأة خير تسر بها قلوب عبادك المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعلى المسلمين بالفرج واللطف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.